ولمزيد حول هذا الموضوع معنا عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر نبيه ريال. أهلا وسهلا بك سيد نبيه. إذا سأبدأ إلى أي حد كان هناك إرباك في الحجوزات بعد إعلان الحكومة عن عدم فتح المطار؟ يعطيك العافية. بالواقع هذا الموضوع ذو شقين. الشق الأول يعني نحن كمكاتب سياحة وافدة ما بهمناش كتير، لكن كان لنا دور فيه بموضوع تذاكر السفر له بخص الأردنيين اللي موجودين بالخارج. طبعا موضوع تأجيل فتح المطار أكيد كان له تأثير سلبي عليهم، يعني إحنا قمنا ببيع تذاكر على الرحلات القريبة على الأقل، اللي هي رحلة قبرص لارنكا اللي كانت بثمانية الشهر، أو رحلة روما اللي كانت بتاريخ برضو 8 الشهر. طبعا كثير من الأردنيين عانوا حتى يحصلوا على ثمن التذاكر، وبعدين دفعوا فحص الكورونا، فحص الكورونا بكلف 120 يورو، فبالتالي تم إلغاء السفر، تم إلغاء موضوع فتح المطار، فبالتالي أكيد هذا أثر عليهم عاطفيا وماديا. لكن أنا بدي أجي للشق اللي بهمنا كسياحة وافدة. إذا كان الهدف من موضوع فتح المطار بخمسة أغسطس كانت الموضوع السياحي، فبالتالي في هناك بعض المحاذير اللي ما حدا انتبه لها. بداية يعني كان لازم إشراك مكاتب السياحة الوافدة. أنا دائما بأكد أنه مكاتب السياحة الوافدة بخبرات 30 و40 و50 سنة في مجال العمل السياحي، جاهز للمناقشة والمشاركة مع الحكومة بأي آراء، لكن للأسف لم يتم مشاركتنا. يعني أعطيك مثل، يعني فتحنا لارنكا، احنا كشركات سياحة قمنا بمراسلة نظرائنا في قبرص انه في طيارة للملكية بثمانية الشهر، كيف ممكن نبعث أردنيين او كيف ممكن نجيب قبارصة؟ فكان الجواب صادم، يعني انه أردن بالنسبة لقبرص مصنفة سي، يعني منطقة مش خضراء، يعني ما بيصير يكون في طيران بين الأردن وقبرص. أنا مثلا تم مخاطبة إيطاليا، وكلاء كتير بالأردن سياحة وافدة بتعاملوا مع وكلاء في إيطاليا، تم مخاطبة وكلائنا بإيطاليا وجمعية وكلاء السفر بإيطاليا، برضو كان الجواب صادم إنه كيف إحنا نبعث سياحة للأردن والإيطالي إذا خرج من الاتحاد الأوروبي سيحجر 14 يوم إذا عاد. فبالتالي لم يكن هناك نوع من المشاركة. نعم خبراتنا سيد نبيه، كان ممكن نشارك فيها حتى ما نقع بهاي الأزمة. يعني تعتقد بأنه فضل كان هناك حجوزات، أو كان هذه المكاتب هل فعلا حصلت على حجوزات من سياحة وافدة يعني وأخلفت فيها قصة المطار أو عدم فتح المطار، يعني أو أنه بالأصل هذه المكاتب لم تستطع استقطاب أحد أصلا؟ نعم، يعني حقيقة كسياحة لا، لم يكن هناك حجوزات للأسباب اللي ذكرتها. يعني مثلا روما زي ما حكيت لك بثمانية الشهر، مش مستحيل الإيطالي يجي رحلة سياحية على الأردن وهو إذا رجع على إيطاليا في عنده حجر 14 يوم، فما كانش هناك تنسيق كما يجب مع هاي الدول حتى يكون هناك سياحة. فأقول لك إنه ما فتح المطار كان هناك حجوزات، لا ما كانش هناك حجوزات، والسبب غياب التنسيق والتشاور مع مكاتب السياحة الوافدة. نعم طيب سيد نبيه، يعني من خبرتكم في موضوع الحجوزات وحجوزات التذاكر والسفر أيضا، من حجز هذه التذاكر التي كما ذكرت منها ما كان بثمانية شهر وأيضا وغيرها من الحجوزات، هذه النقود التي دفعها لحجز التذاكر السفر، هل يعني من سيتكبد فعليا هذه المبالغ؟ هسا اللي عمل فحص البي سي آر راحت عليه، يعني هذا فحص خلص انتهى اللي هو 120 يورو، لكن اللي قطع التذكرة يعني في وعود من الملكية الأردنية، وطبعا مكاتب السياحة والسفر ستقوم بإرجاع هاي المبالغ للناس، يعني المبالغ راح ترجع، لكن الأثر العاطفي والنفسي هذا صعب يرجع، يعني الله يعين الناس عليه. يعني أنا بدي أستغل هاي الشغلة أنه مستقبلا إن شاء الله راح ينفتح المطار. أنا بناشد حكومتنا العزيزة، شاركوا مكاتب السياحة الوافدة باتخاذ القرارات. مكاتب السياحة الوافدة وشركات السياحة ليست عبارة عن شركة، أقل شركة سياحة وسفر إلها مكاتب بالخارج، إلها ممثلين بالخارج. يعني إحنا أخذنا زي دراسة على 30 مكتب من مكاتب السياحة الوافدة بسنة 2018 كانوا بصرفوا مليونين وربع دينار بمجموع 30 مكتب على تسويق الأردن، لأن عندنا شركات
عندنا مكاتب بالخارج، فلدينا الخبرات، شاركونا. وبعدين لازم نحافظ على وجود مكاتب السياحة الوافدة. مكاتب السياحة الوافدة هي اللي جابت 4 مليار وزيادة وساهمت فيهم بال 2019. لازم نحافظ على وجودهم، على وجودهم وظفيرهم، وعلى أن نكون دائم التواصل معهم حتى ما ندخلش بأي إشكال مستقبلي عند فتح المطار. عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر نبيه ريال، شكرا جزيلا لك.